السلام عليكم متابعينا الكرام، أهلا بكم في قناتنا الإخبارية. كشفت مصادر جامعية عن حقيقة الأخبار المتداولة حول مستقبل الناخب الوطني هيرفي رونار مع الأسود. وحسب ذات المصادر فإن رونار مرتبط مع الجامعة بعقد يمتد إلى غاية سنة 2022، وبالتالي فهو مستمر مع الأسود في وقت كثر فيه الحديث عن تحرك عدد من الاتحادات الإفريقية التي بدأت تغري رونار للتوقيع لها، وفي مقدمتها مصر والجزائر. وكانت معلومات توصلنا بها من روسيا أشارت إلى رغبة المدرب الفرنسي في الرحيل وتلويحه بالاستقالة من منصبه بسبب ما يعتبره تدخلا في اختصاصاته من طرف بعض الأشخاص الذي يطالب بإبعادهم عن محيط المنتخب. شكرا على المشاهدة، نعتقد أنكم نخبة خاصة تعشق متابعة الأخبار، لذا إذا كنت غير مشترك في قناتنا اشترك الآن.